الحديث السابع عشر قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الحديث من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: إن الله كتب الإحسان على كل شيء من الأعمال. قال: ولكن الإحسان بحسبه، أي الإحسان إلى الشيء بحسبه، فتحسن في جانب الطاعات بأن تقوم بها حق القيام، وتحسن في جانب المنهيات والمحرمات بأن تجتنبها، كما قال الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فتحسن في كل شيء، تحسن إلى الخلق، وتحسن فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علا في القرآن: والله يحب المحسنين. وقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الأولى في سورة آل عمران: والله يحب المحسنين، والثانية في سورة البقرة: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى في سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تحسن بينك وبين الله سبحانه وتعالى بأن تعبده حق العبادة، وأن تقوم بأوامره، وأن تجتنب نواهيه، وأن تقف عند حدوده، تكون محسن ما مسيء، لأن الإحسان ضد الإساءة. وتحسن إلى الخلق. وكلام ابن رجب أن الإحسان بحسبه، يعني إحسان إلى الشيء بحسبه، لأنه إحسان من إحسان بيختلف. في إحسان إلى الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ده كله من الإحسان، أن تجتنب هذه الأمور. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ده إحسان، يا إحسان إلى الله، أو الإحسان بينك وبين الله بعبادة الله، واحد. الإحسان إلى الوالدين ببر الوالدين، أن تسدي إليهما الخير، وأن تبتعد عن فعل الشر معهما أو لهما، وأن تحسن إلى الجيران، هذا من الإحسان، وأن تحسن إلى جميع الناس، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. تلقى الإحسان في مواضع كثيرة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ده كله من الإحسان، تنفق، تعفو، تكظم الغيظ، ده كله من الإحسان. كذلك من الإحسان الإحسان إلى القتلى، سواء كانوا من البشر أو من الحيوانات، تحسن إليهم. قال ابن رجب: والإحسان إلى القتيل الذي يستحق القتل بأن تستخدم أسهل وسائل القتل وأسرع الوسائل، ما تعذبه لأنه ما فائدة في تعذيبه. بعد ذاك الشيخ العباد علق على الكلام ده، أو ذكر إضافة إلى هذا الكلام،
بأن الأصل في القتل أن يكون بأسهل الطرق وبأحسن الطرق وبأسرع الطرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به مثلا فقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا شنو؟ الذبحة. وفرق بين القتل والقتلة. القتلة بالكسر قالوا هي هيئة القتل، الهيئة بتاعتها، والذبحة هيئة الذبح، هيئة الذبح الهيئة بتاعتها. بعدين تسارع في يعني في أن تخرج روحه بأسهل الوسائل وبأسرع الوسائل. بعد ذلك استثنى العلماء بعض أنواع القتل، وذكر ذلك الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو فتح القوي المتين. من ذلك في القصاص، حتى في القصاص تحسن، لكن في بعض المواضع، واستدل بما حدث للعرنيين وبما حدث لغيرهم، إنه في القصاص أحيانا بتستخدم الشدة في بعض المواضع. زول قتل لزول، زي اليهودي الذي قتل جارية ووضعها في صخرة، ثم جاء بصخرة وضرب بها رأسها، ففعل به كما فعل. ده هنا الإحسان بموافقة الشرع، موافقة الشرع القصاص. زول قتل لزول، طعن ومثل به وشرد جسمه لما مات عذبه، ده ما يقتلوا سريع، يقتلوا نفس القتلة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قال بمثل ما عوقبتم به. وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بالمثل بالمثل. شنكا ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، ودي اسي ماسكنا الدواعش حاولوا يبا كلام كثير، ما في حجة لهم. يقول لك التحريق ده بجوز، كيف بجوز؟ يقول لك في الاعتداء بجوز، اذا اعتدوا عليك بالحرق تحرقهم هم ذاته. واستدلوا بموضعين من كتاب الله تعالى: فاعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. مواضع يستدلون بها: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وبعد ذلك استدلوا بأقوال وبعض الأشياء حدثت في زمن الصحابة. لكن حتى ابن حجر العسقلاني رحمه الله جاب القولين، جاب قول لعلماء حتى بعضهم منهم الصحابة، وما قول أصلا ده مذهب. ما في فرق بين إنه الصحابي يصرح بشيء وفرق بين إنه يفعل شيء. وأنا بديك المثال الكلام ده عشان يتضح إن شاء الله تعالى، لكن النقطة دي مهمة أنا ما دار أتجاوزها. سال هم قالوا الدواعش بيقول لك بجوز تحرق، دارين يبرروا لشنو؟ لحرقون للطيار ذاك اللي اسمه معاذ و إلى آخره. هو ذاك حرقوه وخدته في قفص، وبعد قتلوا تاني جابوا فوق له شنو؟ حجارة وإلى آخره. ليه عملتوا كذي؟ قالوا هما دمر ناس. بنفس الكتل بين الناس، إذا أنتم بتطبقوا الحد والحد بيطبقوا الحاكم، مش أنتم كتكفيريين وخوارج، بنفس الطريقة يطبقوا في الحد. لكن الحرق بالتحديد لا يجوز. وابن حجر بعد أن نقل قولي العلماء رجح أو ذكر كلاما يفهم منه الترجيح، يفهم منه الترجيح. قال خالد بن وليد وابو بكر الصديق، ده مذهب الناس اللي بيقولوا بالتحريق، الناس اللي بيقولوا بالتحريق، قالوا ابو بكر الصديق وخالد بن وليد وعلي ابن ابي طالب، ده من الصحابه، والكلام ده نقله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، انا قريته. وفي ناس ثانيين قالوا لا ما بجوز، ده قول منه عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما،
وجمع من الصحابة وباقي الصحابة، جمع من الصحابة. طيب، وده الأصل. إذا اختلف الصحابة، سؤال، إذا اختلف الصحابة وفي ناس عندهم دليل وناس ما عندهم دليل، الزول بيأخذ بكلام منه؟ هل عنده دليل؟ كان اختلفت أنا مع الصحابة معلش، أنت تقول يا أخي ده شنو يا أخي، وصحابة قالوا كذا، تشيل كلام الصحابة ولا تتردد. لكن اختلفوا الصحابة ذاته، لو اختلفوا، لو هون اختلفوا، واحد عنده دليل واحد ما عنده دليل، فريق عنده دليل وفريق ما عنده، تأخذ بياته؟ تأخذ بل عنده دليل، دي قاعدة عامة وخذها. واحد، اثنين، الصحابة ما صرحوا ما قالوا يجوز التحريق، وإنما هؤلاء نقلوا كلاما، نقلوا فعلا للصحابة إنه علي بن أبي طالب حرق الناس شنو؟ قالوا هو رب وهو إله، وغلوا فيه من غلاة الروافض والشيعة، حرقوا. فقالوا كونه علي بن أبي طالب حرق، وكونه فلان يخدهم في سور والحد ما يموت يضربهم بالمنجنيق أو غيره، ده دليل على شنو؟ على التحريق. ده ما دليل، لأنه الحديث ذاته بتاع إنه علي بن أبي طالب حرق فيه تماما، الحديث ده ما في البخاري، وده الحديث ده هو العمدة. وابن حجر لما نورد الكلام ده بعد ذاك جاب كلام لبعض العلماء وردوا على الذين قالوا بجواز شنو؟ التحريق. أول شيء دفع الصحابي اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، لما انفعل الكلام ده قال عبد الله بن عباس، والكلام ده في صحيح البخاري بعد الفعل ده طوالي بعد حرق، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو كنت مكانه، لو كنت مكانه مكان علي لقتلتهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: من بدل دينه فاقتلوه. ده مناسبة ذات الحديث، مناسبة روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري. بعد ذلك قال: ولما حرقتهم. وتاني ابن حجر أورد الرواية الثانية، أورد الكلام الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. وفي رواية: لا يعذب بعذاب الله إلا الله، أو كما قال. عشان كذا ابن عثيمين رحمه الله في مقطع قريب 9 دقائق تكلم عن المسألة دي، تكلم عن الفتن وما حدث إلى آخره، وبداية الفتن بعد ذاك ذكر المسألة دي ضمنا، قال: ولعل علي رضي الله عنه لما سمع كلام ابن عباس رجع إلى قول ابن عباس، ليقول ابن عباس أنه لا يحرق بالنار، ما بتحرق بالنار، ما بتحرقوا بالنار، تقتلوا بس قصاصا. الجران للمسألة دي: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ابقى في القصاص، أحيانا يشد على المقتول إذا كان اعتداؤه فوق القتل بالتمثيل، مثل بالمقتول عذبه قبل أن يموت يعذب كما عذبه. دي واحد. بعد ذلك في موضع ثاني اللي هو موضع الزاني المحصن، ده برضو ما يقتل بسرعة، وإنما الإحسان بموافقة الشرع. الزول المحصن وزنى، ده في الرجم ما بتختار، ابن عثيمين قال ما بتختار مواضع القتل، وإنما تضريب الكلام ده ذكرناه، وإنما تضريبه في مواضع يتألم منها وليست مضان القتل حتى يموت، يتألم كما ألم من كما فعل هذه المعصية الشنيعة وألم أهل هذه المرأة التي زنى بها أو إلى آخره، أو إن كانت امرأة لأنها ألمت زوجها وأبناءها وأهلها إلى آخره، وفعلوا هذه الفعل الشنيعة. يبقى ذي الموضعين، هذان موضعان في القصاص، الإحسان موافقة الشرع، وفي كل شيء الإحسان موافقة الشرع. والموضع الثاني في الزاني المحصن،
فإنه يرجم بالحجارة. لك يا أخ ما ممكن الشريعة تجيب حاجة فيها شدة وفيها كذا، لا الشريعة جات بكذا. ما هي الشدة دي في موضع خير، اللين في موضع الشدة ما خير، شر وسوء. لو جاء حرامي طفر بالليل شايل سكين ودار يضرب زول من ناس البيت، وانت قلت بلين وبالراحة أضربه ومش ما فيه شيء، ده انت بتفسد هنا. لكن هنا تستخدم شنو؟ الشدة والقوة وتستعين بالله تعالى، ده هنا الإحسان كده. الله سمى الحد في موضع سماه عذاب لأنهم بيستحقوا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولماذا سماه عذابا؟ ترهيب من المعصية واحد، ولأسباب، منها ترهيب من المعصية، ومنها أن هذا العاصي يؤلم، يتألم ويؤلم بالضرب كما تلذذ بالمعصية. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته أي التي يذبح بها وليرح ذبيحته. قال العلماء فيه وجوب الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب أي فرض وأوجب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره، فرضنا عليهم فيها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض. كتب الإحسان على كل شيء، ففيه وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال. تحسن أنت في الدنيا دي، أبقى من المحسنين ما تبقى من المسيئين، حتى يحبك الله سبحانه وتعالى وحتى تكون من الفائزين. طيب، هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى فضل الإحسان وأن الله فرضه على كل شيء. الفائدة الثانية أن الإحسان يكون بموافقة الشرع، فأحيانا يكون باللين، وأحيانا يكون بالشدة، وأحيانا يكون بين العبد وربه، وأحيانا يكون بين العبد والناس، وأحيانا يكون بين العبد والخلق وإن كانوا من غير الناس. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يحسن في هيئة القتلة، في هيئة القتل. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أي الهيئة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ومن الفوائد أن الذي يريد أن يذبح فإنه يريح ذبيحته بأن يطعمها وأن يسقيها إلى آخره. دي من فوائد هذا الحديث. والعباد قال أيضا من الفوائد، قال تفقد آلة الذبح قبل مباشرته، تفقد الآل بتذبح بها، لقوله صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.